دولة المؤسسات اللي نحن بنحلم بها إن شاء الله يعني قريبا وابتدت يعني ترى النور من خلال اعتصامنا هنا والوعي بتاع الشباب يعني خصوصا جيل الشباب يعني صراحة الواحد يعني ما كان متوقع الجيل ده يطلع منه يعني قدر كده واعي جدا وتصدى لجميع المحاولات لفض الاعتصام ويعني حقيقة شباب يعني ربنا يديهم العافية وأكبر من عمرهم كثير يعني فنحن إن شاء الله يعني طامحين في الكثير وفي مجالنا بتاع تقنية المعلومات المجال ده عايز شغل كثير جدا لأنه البلد دي فيها مشكلة بتاعة تكامل البيانات في بيانات من هنا وهناك وفي بيانات بتلقاها مكررة في المجالات الصحية المجالات التعليمية جميع المجالات في مستوى البحث العلمي كل واحد بيبدأ من الصفر وده طبعا كلام غلط يعني ففي يعني تحفظ على البيانات وده طبعا كله غلط لازم يكون في بيانات مفتوحة وكل العالم متجه على الأوبن داتا والبيانات المفتوحة اللي هم بيستفيدوا منها الباحثين والمستثمرين والدولة بشكل عام والمستوى الإقليمي والمستوى العالمي إن شاء الله فنحن بنطمح لأنه نطلع للعالم سودان جديد بمعنى كلمة السودان بلد المليون ميل سلة غذاء العالم في جميع المجالات إن شاء الله نغذي العالم من ناحية بتاعت معلومات ومن ناحية بتاعت غذاء ومن جميع النواحي إن شاء الله ومن طاقة ومن كله بإذن تعالى جزاكم الله خير طيب بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الفرصة أنا وليد فارس أنا ما جاي من قطر بالمناسبة يا سبحان الله إحنا صابلنا هنا أنا بس أول حاجة بطحم على أرواح الشهداء من ديسمبر من سنة 89 ربنا يحفظهم إن شاء الله ونحسبهم عند الله شهداء وإن شاء الله مأواهم الجنة تعقيب لكلام المدثر إحنا كلنا في الفيب واحد ناس آي تي على قوله زمن الغدغدة والديسديس انتهى وفعلا في مشكلة بتاع التكاملية بتاع البيانات في السودان من ناحية الآي تي حتى على مستوى المؤسسة الواحدة بنلقى في مشكلة كبيرة في توفر البيانات في المؤسسة الواحدة يعني نحن قاعدين اشتغلنا في السودان واشتغلنا في كم جهة فالحاجة دي لاقتنا لعدم المؤسسية والإدارة اللي هي الإدارة السياسية يعني الإدارات الموجودة في كل المؤسسات ما هي إدارات ذات كفاءات أو في نحن ما نقول 100% طبعا لكن النسبة الكبيرة ما إدارات ذات كفاءات هي إدارات سياسية وبالتالي بتحفظوا على حاجات كثيرة وبالتالي شكل البيانات ما بيكون متاح ناهيك عن للباحثين والناس اللي برا المؤسسة يكونوا حتى للناس اللي جوا المؤسسة بيكون في miscommunication في بيانات يعني اصلا ما متوفرة لكل الناس باي حال من الاحوال ونتمنى ان شاء الله في الفترة الجاية الناس تشتغل على الحاجة دي تكون متاحة على اساس انه البيانات لما تتوفر يعني بدل ما يستفيد منها شخص واحد حيستفيدوا منها ملايين الاشخاص دي نمرة واحد نمرة اثنين التحليل بتاع البيانات دي ذاته المعرفة الموجودة في حتة واحدة بتختلف من المعرفة الموجودة في كم حتة فالبيانات بتنتشر بيكون في كمية من الناس وبمعارف كبيرة جدا وكلنا عارفين حاليا ذاته في السودان في شح في الناس الممتازين والناس البروفيشنال في كل المجالات بسبب النظام والتعامل مع الناس والأوضاع الاقتصادية اللي وصل لديها البلد وما إلى ذلك فإن شاء الله في الفترة الجاية يحصل ازدهار وتحصل مؤسسية وتحصل بناء كويس لكل المؤسسات وإن شاء الله الخدمة المدنية ترجع زي ما كانت زي ما زمانك ناس الإمارات بيجوا
لما مشوا بريطانيا بيسألوا عن أحسن نظام بتاع خدمة مدنية موجود وين؟ البريطانيين قلوا لهم في السودان. فإن شاء الله الحي ترجع وتكون أحسن مما كانت بإذن الله. طيب أنت سيرتيفايد في أي حاجة في الـ IT؟ في حاجات المانجمنت ITIL توقف حاجات بالشكل ده. طيب شنو الممكن يحصل عشان حاجات دي ترجع وتجي بسرعة وكده دور المدنية؟ والله طبعا المشكلة الأساسية في الفترة اللي فاتت بالنسبة للسيرتيفيكيتس دي المشكلة بتاعت المقاطعة بالمقاطعة العقوبات الاقتصادية العقوبات السبب الأساسي طبعا الحكومة الفاتت. فنحن بنفتكر انه الحاجة دي اللي اتشالت بعد شوية الناس اللي عندهم السيرتيفيكيت دي او المراكز ممكن تيجي تفتح هنا في السودان. بالتالي الطريقة بتاعت الحصول ذاته للسيرتيفيكيت اللي هي بتغيم مثلا نحن في مجالنا في الاي تي السيرتيفيكيت دي بتغيم السي في بتاعتك بتغيم شهاداتك ده غير انها فعليا بتضيف لك يعني ما قصة ورق بس هي فعليا بتضيف لك. فالحاجة دي لما تبقى في السودان طبعا الوضع بيختلف كثير. يعني هسه انت عشان تمشي تسافر وتعملها يعني روحك بتطلع عشان توفر حق التذكرة والحاجات البيزا عشان تصل بعد ذلك عشان تدفع حق الامتحان وتعمل وتعمل وتعمل. ففي في كوست كثيرة كده هتكون تلغائيا اتشالت والحاجة بتكون متوفرة. وإن شاء الله نتوقع ذاته إنه الوضع الاقتصادي بتاع الناس إن شاء الله يتحسن. يعني بعد ذلك إن شاء الله اللي قدام الدائري يعملها هنا يكون ممكن يعملها الدائري يمشي يعملها برا ساي بمزاجه يكون عندي الإمكانية الفعلية والما بيتأثر على الاقتصاد بتاعه. طبعا حاليا نحن نكون واقعيين يعني في السودان أي زول لو عايز يعمل لي حاجة بتأثر على كمية من الحاجات بالنسبة للوضع الاقتصادي الحاصل في البلد. فنتمنى إن شاء الله الأمور تمشي أحسن وكل الحاجات تكون متوفرة في بلدنا الجميل وربنا ييسر إن شاء الله. طيب من ناحية بتاع السوق بتاع IT في سوق بتاع IT أصلا في السودان افتكر؟ والله مؤخرا في سوق بتاع IT مؤخرا في سوق الناس بقت تتجه له وبقت شوية يكون عندها وعي إنه الحاجات بتاعة IT مهمة. فمن الناس اللي بيكونوا ما عندهم حاجات اصلا ما عندهم برامج ما عندهم اي علاقه بالاي تي بيجوا يفتشوا للبرامج. الناس اللي عندهم برامج بيجوا يطوروا اللي هي الكلاود الموبايل ابلكيشن التفاصيل دي. ففي وعي يعني في الفتره الاخيره نحن لاحظنا ما زي زمان ما زي قبل 10 سنه في الفتره الاخيره بالنسبه للحوجه بتاعت الناس وحسوا انه القصه دي ممكن تضبط لهم البيزنس بتاعهم لانه ذاته الناس بقد ما تستحمل. يعني انت حتى لو كنت راس مالي وحصل لك لعب في البيزنس بتاعك من الموظفين القاعدين او لاي سبب من الاسباب فده بيعمل لك مشكله بالاوضاع الاقتصاديه الحاصله والعمله اللي كانت غير مستقره و و و شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مزه وكر محمد خادم. انا ودي بتكلم عن الحجز في السودان وكلكم انتوا عارفين الوضع في السودان موضوع الحجز دي موضوع جدا مهم فيه. اول حاجه مجالك شنو انت؟ صيدله يعني شغل دول البدوي. انتوا كلكم عارفين الوضع الصحي في السودان هنا يعني فيك تقول زي الزفت. يعني واحد لو داري عشان يتعالج عشان يعالج الزول بيلقى مشاكل كثيرة. أو هاي بالنسبة للحكومة الحالية دي ولا عكس الحكومة الفاتت دي كلنا حرمتنا يعني هاي بقول لهم الصحة في بعض الأماكن في السودان. أنتوا كلنا عارفين يعني حسي القطاعات الصحية في السودان يعني كله بيجا مرتكز في العاصمة. يعني حسي لو رجعنا للقرى وللمدن البردي نلقى يعني ضعيفة جدا جدا في بعض الأماكن ما فيش ذاته. أنا أنس كده في موقف حصل لي في زول كنت بعرفه عندنا زول يعني كان مريض جدا في قرية برة قلنا عشان نحصل محل المركز والعاية كان إلا في مدينة جوا عشان الزول ده نحصله من القرية للمدينة تعبان شديد وكان بينزل كان حصل له ضربة بفاس كان ماشي بحطه في قلب كده وضرب نفسه نزيف عشان من هنا يجي المدينة عشان يتعالج
كان مصابه بعيدة جدا لعدم توفر المراكز الصحية معروف في السودان خاصة في الأماكن هاي. عشان جبناه المدينة بعد تعب ومشقة يجينا الوحدة قابلة علينا ما عارف ما جغال وبعض الدكاترة ما فيشين ومشوا عارف ذا عشان الزول من هناك نحوله لمكان تاني مكان يكون فيها حالة صحية جيدة. الزول من هناك لهنا ما قدر ينتظر الله يقدمنا الزول أنا مات الموقف ده يتوفى قدامكم ها؟ يتوفى قدامكم يتوفى قدامنا أنا أقول الزول ده شوف من النزيف كمان ولا حاجة يعني إحنا سوينا كده من الصحابات حاولنا كده لكن غلبنا جدا جدا يعني ومن ده الحاجة الوحيدة يعني كان دفعتني عشان أخش في المجال دي كون صيدل وبتاع. فبتمنى من الحكومة الجاية والقادات الجاية تهتم بالمجال الصيدلي في السودان جدا جدا وغير كده تهتم بالمصانع اللي بتصنع الأدوية. إحنا ناس كناس صيادلة بيتواجهوا غلا في الأدوية غير كده في شح ما بتجي من برا أصلا والمصانع الجوة في السودان ما جت غلا. حس في موقف امبارح حصل قال جايبين قال عارف سفينه بتاع المعاهدين الدوليه يعني جاء فضيحه سودانيه بالنسبه لنا هنا السفير بتاع فضيحه سفينه بتاع المثلاين المعاهدين الدوليه قال جايبينه من بره يا خليك لا دي اقل حاجه في السودان هنا ممكن المفروض كان يكون يتوفر يعني بتمنى من الناس الجايين ده الاقل يشوفوا موضوعنا وموضوع الصحي في السودان. سؤال دائرة أسأل أعرف نفسك أوش أيمن أبكر محمود بلاية نيالة دكتور مدسر هل أنت جيت من خطر للحصة وطن ودائرين تقدموا للسودان نظم بتاعة معلومات دائر منك تجاوب لي على السؤال. طيب أكيد طبعا كله مختلف في النهاية يعني الوطن يسع الجميع وأي واحد طلع من البلد دي طلع على أساس أنه مثلا يا إما ما قدر يحقق الشيء اللي هو اللي كان داير حقيقه طلع على أساس إنه يطور نفسه يكون نفسه أو لغيره من الأسباب. فمؤكد إنه إن شاء الله بعد ما يعني تنفتح المجالات لأنه الناس تقدر تقدم يعني يدوا الناس فرصة في كفاءات كثيرة جدا في البلد دي من الطيور المهاجرة ومن الناس الموجودين هنا يعني وعندهم الكثير والحلول موجودة صراحة. الناس السودانيين خارج السودان من أكفأ الموارد البشرية في جميع المجالات. بالنسبة للمجال بتاع تقنية المعلومات ومجال الشبكات والاتصالات بشكل عام المجالات دي السودانيين فيها في كل مكان دائما بيكون مميزين إذا ما أفضل ناس بيكونوا من أفضل الكفاءات الموجودة. فنحن شفنا برا يعني دي كلها كفاءات حقيقة الوطن مفتقدة ويعني خسارة يعني الناس دي بتقدم برا في أنظمة بينفعوا بها بلدان غير بلدانهم وفي النهاية طبعا يعني الناس دي بتطلع وبتشتغل وكذا لكن الوطن له الحق يعني ياسي بعد الثورة دي كل الناس البرة بيقولوا نحنا مستعدين نقدم بالمجان من أعلى المستويات لحد يعني المستويات التنفيذية كل الناس دي ولين لأنه تقدم كل شيء بالمجان. إحنا في مجالنا مستعدين نقدم كل شيء بدون مقابل للأبد مش لحد ما تجيف الدولة على حيلة يعني كويس لأنه الوطن يعني حق للوطن حق للجميع يعني فلازم كل زول في مجاله يقدم للجميع. والمجال طبعا بتاع تقنية المعلومات مجال يعني هو الأساس بتاع كل شيء حاليا في الوقت الراهن هو الأساس يعني أنت عشان تطور من المجال الصحي لازم يكون عندك فاونديشن أساس متين بتاع معلومات لازم يكون عندك أنظمة عشان بعد ذاك تعمل أنظمة بتاع رعاية صحية أولية لازم يكون عندك أنظمة بتاع معلومات مظبوطة عشان تقدر تشتغل عليها المعلومات مع بعض بتعمل القرار المناسب بتوريك وين الفجوة بتوريك وين الحوجة بعد ذاك بتطور وهكذا بعد ذاك بتيجي بعد المرحلة دي بننتقل للمراحل بتاعة التحليل بتاع البيانات الشغل بتاع البيك داتا هنا بعد ذاك التنبؤ طبعا لما انت تكون عندك المعلومات الكافية ويكون في تكامل بين المؤسسات هنا بتقدر تتنبأ يعني زي ما قال الأخ عندنا مشاكل في أمراض وكذا
تقدر تتنبأ إنه بعد 10 سنين إذا وصلنا بالطريقة دي ممكن يزيد مستوى المرض ده كذا وهكذا أو تزيد مشكلات كذا يعني. فده الأساس حاليا, تقنية المعلومات هي الأساس. فمستعدين إن شاء الله لتقديم كل ما بوزعنا. طيب برضو سؤال بس استفساري, معلش يا دكتورة, بس ده اسألك, لو نحن حاليا نواكب العالم في 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 المجال بتاع الاي تي والمجال بتاع الخدمات المعلوماتية, داري شنو بالضبط عشان نبدأ في مشروع انه نحن نلحق النازل؟ وهل بخبرتك وبمعلوماتك كم سنة ممكن نحصل النازل؟ هل يوم من الأيام ممكن أقول السودان هو دولة رائدة في 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 خدمة المعلومات؟ هل عندنا الإمكانيات اللي ممكن نصل بها للحتة دي؟ طيب أنا عايز أطمنك إنه نحن حالياً ما بعيدين, يعني نحن حالياً ما بعيدين يعني البعد المخيف من ناحية بتاع الكفاءات. أما من ناحية بتاع بنية تحتية يعني عايزين شغل. لو بقت تقانة المعلومات بشكل عام, أنا بقول تقنية المعلومات بما يشمل الاتصالات, المعلومات, الشبكات بما جميعه يعني. فإذا بقت هي أولوية يعني مثلا في الميزانية بتاعت الدولة يعملوا أولويات للصحة كذا لكذا لكذا, إذا بقت هي أولوية خطينا في أولوياتها ما بتاخذ زمن كثير لأنه الكفاءات عندنا متوفرة وعندنا جامعات قوية. فحتى في الامتحانات السيرتيفيكيشن اللي كان بيتكلم عنه قبل شوية, في معظم الأحيان السودانيين دائما من المرة الأولى يعني بيباصوا الشهادات دي. فما عندنا مشكلة في الكفاءات, عندنا ناس جامعة السودان سكول اوف ماس, جامعة الجزيرة, كل الجامعات دي برا في الطب يعني كويس. ومعظم السي او في الشركات الكبيرة بيكونوا سودانيين او تحتهم طوالي سودانيين. من ناحية بتاع الكفاءات ما عندنا مشكلة, احنا مشكلتنا اداريا تحديدا, مشكلة ادارية كويس. فاذا بقى في مركز القومي للمعلومات شغال صح ما بيكون عندنا مشكلة. المعلومات دي بتكون مركزية وبيكون فعلا الناس مؤهلين, ما في محسوبيات, ما في حاجة الناس دي. وبعدين المجال بتاع التدريب ما في خطط حاليا بتاع التدريب واضحة, يعني التدريب أهم شيء في المجال ده لأنه كل يوم بيتغير. يعني انت الليلة بتكون شغال بالتكنولوجيا حتى في موبايلك ده, انت الليلة شغال في موبايلك ده بكرة بتغيره, ليه بتغير الموبايل؟ يعني أصلاً إذا الموضوع ده ما بيتغير ما حد غير موبايلك. فالمجال ده بيتغير كل يوم, بيحتاج لتدريب مستمر, خطط تدريبية قصيرة وطويلة ومتوسطة وطويلة المدى, خصوصاً المجال بتاع المعلومات ومعظم المجالات يعني تحتاج لخطط تدريبية. فطالما الحكومة الانتقالية إن شاء الله تكلوا قرار ده إن شاء الله بإذن تعالى يعني إنه هتعمل أساس متين للخطط دي. الحكومة الجاية هتشتغل على ضوء الكلام ده, وأساسا حاليا في وعي من الناس. فبعدين الناس هتختار القوي الأمين, القوي بمعنى أنه قوي في جميع المجالات, يعني شخص بيقدر يدير الدولة بمجالاتها المختلفة. ده المطلوب من ناحية مهنية واحترافية عالية يعني إن شاء الله. ومن الشباب, الشباب كويسين. ممكن يتكلم عن المجال بتاع اللانجويستكس أو بصورة عامة تريننج بتاع الإنجليش لانجويش والغير, مشاكل الفيو شنو؟ طيب السلام عليكم, غيث عوض الكريم, أستاذ لغة إنجليزية في مدارس جلسة الإنجليزية ومعهد فيجن لتعليم اللغة الإنجليزية. طيب أنا والله هتكلم عن 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 مشكلة واجهتني شخصيا في تعلم اللغة الإنجليزية. صراحة هنا في البلد يعني ممكن أقول لك في المجال في بتاع تطوير النفس وفي المجال بتاع التريننج الناس مهتمين بحاجات كثيرة, لكن واحدة من الحاجات الغافلين لها الناس البرامج بتاع اللغة الإنجليزية. واحدة من الحاجات أنا ما أقدر أقول رجعتنا لورا, لكن مسكتنا ما خلتنا نتقدم زي باقي الناس. حاليا نحن في كل الجامعات وفي كل المدارس الحكومية أو الخاصة اللغة الإنجليزية مهمة جدا, ونحن بالنسبة لنا كشباب عارفين مثلا أيام الامتحانات لما تكون تقرأ
ممتحن مثلا الشهاده الثانويه حطيت الكيمياء والانجليزي هتقرا شنو؟ هتقرا الكيمياء. يقول لك ليه يا اخي؟ والله يا اخي الانجليزي ده ما طلص. بتقرا من هنا وكومبوزيشن بشيل خدت لك كلمتين والسؤال بتجيبه وتخطه تحت وبتغيره وخلاص كده الانجليزي نحن يعني امورنا باسط منه. يلا دي المشكله هنا المشكله بدات من هنا انه يا اخي نحن اللغه الانجليزيه ما حببونا فيها اول حاجه. ثاني حاجه ما مورونا اهميتها انه اللغه الانجليزيه دي لما نمشي قدام حتساعدنا ولا ما حتساعدنا. كل اللي كانوا بيعملوه كانوا بيجوا الفصل يعني ناس مثلا عندكم الليل سبيلنج بدون كلمات بعد بكره بيجوا بدون السبيلنج انتهينا منه وهكذا. لكن اللغه الانجليزيه ما علمونا لها كلغه بتاع التواصل او يعني لغه بتاعت كوميونيكيشن. عشان كده لما نمشي قدام لو مشينا الجامعه ولغتنا او الانجليزي بتاعنا من الثانوي او الاساس كان كويس بنمشي الجامعه ما مشكله حركه الشيتات والترجمه والبتاع ده ان شاء الله بجوجل بنجازفه. لكن لو وقفوك قدام زول قال لك قول كلمتين بالانجليزي ما بتدخل. يلا دي هنا المشكله يعني. والمشكله دي بتستمر لحد بعد الجامعه. حاليا احنا شغالين في المعهد بتاع الفيجن بيجونا ناس متخرجين من جامعات، وانا واحد من الناس صراحه لما بديت الانجليزي انا بديته بعد الجامعه، ما بديته في الجامعه. بيجونا ناس بعد الجامعات، الواحد بيكون خلاص اتخرج ما شاء الله يعني اقل زول بيكون جايب مثلا بيكون جايب جيد في 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 في, في الشهاده. في ناس جايبين امتياز ومرتبه الشرف، في ناس اطباء. بيجوا ما عندهم اي علاقه باللغه الانجليزيه. ليه؟ للاسباب اللي ذكرتها في البدايه، انه يا اخي ما اهتموا باللغه الانجليزيه من البدايه، عشان كده لما بعد ما يتخرجوا بتظهر المشكله ثاني وبيجوا راجعين. فالمشكله دي ما بتتحل الا انا ما اقدر اقول نحل النظام او السيستم التعليمي من البدايه، لا. لكن في حاجات نحن المفروض نغيرها. واحدة منا الطريقة بتاعت التعامل بين الأستاذ والطالب. نحن لحد يوم الليلة فكرتنا عن الأستاذ والطالب إنه يا أخي إنسان بيقيف قدام الطلبة بيدوم حاجة، الطلبة لازم يعمل الحاجة دي وانتهينا. ما كده. العملية بتاعت التعليم عملية يعني ما أنت بتدي بس، أنت بتدي وبتاخذ منه. واحدة من الميثودز بتاعت التيتشنج إنه يا أخي حتى الفصل اللي بتكون انت بتقري فيه انت ما تقول اي حاجه، يعني ما الساعه او ال 40 دقيقه بتاعت الحصه انت بتكون واقف بتقول للطلبه في حاجه، لا انت الفكره بتاعتك كلها فكره بتاعت انك قاعد بتنظم في حاجه معينه بتدوم معلومه بتدوم على الاكسرسايز هم اللي بيشتغلوا، انت بتكون واقف بتعلم مونيتور يعني بتكون داير الفصل بس. ما 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 حكايه بتاعت انه يا اخي انا عندي حاجات لازم اتمها ومقرر لازم اتمه لحد نهايه السنه عشان بتجي الامتحانات. نحن حاليا بنقرا عشان الامتحانات ما بنقرا عشان نحن نعرف. فدي يلا دي مشكله كبيره جدا. ف هنا دي المشكله دي لازم تتراجع ثاني من الاول. اذا كان طريقه بتاعت التدريس او ياهلوا المدرسين ثاني من البدايه على اساس انه يا اخي انه طريقه بتاعت التدريس بتاعتهم تكون طريقه بتاعت فوقك وتودي الطلب بتاعهم للقدام. ثاني حاجه تتغير المقررات بتاعت الانجليزي. لسبب واحد الانجليزي اي نعم جزء منه كبير انهيرتد يعني متوارث من 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 الاجيال اللي قبلينا، لكن حاليا الانجليزي بقى زيه وزي اي علم ثاني ماشي في تطور. عشان كده ما ممكن تقري مقرر قريته لانسان قبل 30 سنه او 25 سنه تيجي تقريه هسه حاليا لنفس الانسان في نفس